أهلا بكم. اشتباكات عنيفة في العاصمة المؤقتة عدن، ومصادر أمنية تؤكد أن هذه الاشتباكات الدائرة في محيط مطار عدن الدولي وقعت بين فصائل مسلحة وقوات تابعة للحرس الرئاسي، وأن طائرات الأباتشي التابعة لقوات التحالف العربي تدخلت في الاشتباكات التي تأتي على خلفية قرار الرئيس هادي بتسليم حماية المطار لقوات الحماية الرئاسية. الغموض سيد الموقف في عدن، حيث لم يصدر أي بيان من الجهات المسؤولة يوضح حقيقة ما يجري، إلا أن الأخبار الواردة من هناك تقول أن قوة عسكرية تابعة للحماية الرئاسية نفذت انتشارا أمنيا في محيط مطار عدن الدولي عقب رفض القوة العسكرية المكلفة بحماية المطار أوامر من رئاسة الجمهورية بتسليم أمن المطار لهذه القوة. تطور الأمر إلى اشتباكات عنيفة، حيث تدخلت طائرات الأباتشي التابعة لقوات التحالف في عدن والتي قصفت أهداف حول محيط المطار، بينها آليات عسكرية تابعة لقوات الحماية الرئاسية كما تؤكد المصادر في عدن، وهو ما زاد الأحداث غموضا. من يستهدف من؟ وما حقيقة ما يحدث في العاصمة المؤقتة؟ نبدأ النقاش بعد أن نشاهد هذا التقرير. مرة أخرى يعود الجدل بشأن الفراغ الأمني في محافظة عدن إلى الواجهة بعد أن شهدت المدينة سلسلة أحداث كان آخرها المواجهات التي اندلعت في محيط مطار عدن الدولي جنوب البلاد. وشهدت المدينة توترا كبيرا وتحليقا مكثفا لطيران التحالف العربي في سماء المحافظة بعد اندلاع اشتباكات بين قوات الحماية الرئاسية والقوات التي كانت تتولى تأمين المطار الدولي تحت مسمى الحزام الأمني. الاشتباكات التي أثارت هلع عن أوساط السكان جاءت بعد طلب ما يسمى بقوات الحزام الأمني توجيهات رئاسية واضحة بتسليم مهام حماية وتأمين المطار لقوات تتبع الأمن الرئاسي مباشرة. وشهدت المناطق المحيطة بمطار عدن الدولي شللا تاما جراء الاشتباكات التي اندلعت في ساعات الفجر الأولى ولم يعرف إن كان هناك ضحايا. وتترقب المحافظة اجتماعا يضم قيادات عسكرية وأمنية عليا في الدولة لمناقشة التطورات الأمنية الأخيرة، خصوصا وأن الجانب الأمني ما يزال هشا في العاصمة المؤقتة بعد عودة الرئيس وحكومته المتواجدة في عدن منذ عدة أشهر. ينضم إلينا بداية من عدن المتحدث باسم السلطة المحلية في العاصمة المؤقتة نزار هيثم. أهلا بك أستاذ نزار. أهلا ومرحبا بكم أستاذ نزار. إذن الغموض هو سيد الموقف، لا بيان رسمي ولا حتى موقف يحكي للناس ما الذي يحدث في عدن. لو تضعنا في تفاصيل ما حدث، إذا كانت لديكم رواية يمكن أن تنقلوها للناس كموقف رسمي. طبعا اول في البدء اشكر هذه الاستضافه، وثانيا نطمئن الجميع ان الامور عادت الى طبيعتها في العاصمه عدن. ما حصل في اليومين الماضيين، طبعا انا لي تعليق بسيط فقط حول التقرير الذي قيل ان هناك فراغ امني. لا يوجد اي فراغ امني، الامن مستقر ومستقر، ولكن لدينا اصبح فائض في الامن من بعض القوات العسكريه التي عادت من جبهات القتال. تلك القوات عادت بمهام قد تكون مجهولة لنا نحن في السلطة المحلية حاليا، ولكن الرئاسة وضحتها بشكل كامل مشكورة، وقامت بتعبها وعادتها إلى قواعدها العسكرية. ما حصل البارح هو نتيجة عدم التنسيق فيما بين بعض القوات التي أرادت أن تدخل المطار، ولا يوجد أي تصريح رسمي من الرئاسة بالسماح لها بالدخول، وبالتالي حدث توتر بسيط. استطاعت القيادة الحالية والسلطة الأمنية في العاصمة عدن أن تحتوي بكل ما في الكلمة من معنى، وبالتالي أنهت هذا التوتر إلى الأبد بإذن الله. طيب، تتحدث عن فائض أمني وربما حاولت أن توضح الصورة لكن بشيء من الغموض، أيضا تتحدث عن قوات عادت وما إلى ذلك. هل يمكن أن تسمي الأشياء بمسمياتها حتى تتضح الصورة أكثر للمواطنين؟ وما علاقة هو أن هناك عاصمة الكل يعرفها هي عدن، وسلطات محلية تدير هذه العاصمة، وأيضا هناك إدارة الأمن التي تتحرك تحت وزارة الداخلية، فهذه الصلاحيات والمهام التي
تسمح لتلك الجهات فقط بالتحرك في العاصمه عدن وتثبيت الامن، وهذا ما شاهدناه في خلال العام الماضي من تثبيت الامن والاستقرار في العاصمه عدن. عوده بعض الافراد من جبهات القتال طبعا ليس مقرها في التحرك في العاصمه عدن، ولكن لابد ان تستقر في المعسكر وتنطلق الى جبهات القتال مره اخرى. طيب، كان هناك اخبار تتحدث عن صدور توجيهات رئاسيه بتسليم مهام حمايه مطار عدن الى قوات امنيه اخرى تتبع الحمايه الرئاسيه، هل فعلا صدرت هذه القرارات والتوجيهات الرسميه الصادره عن الرئاسه؟ الرئاسه طبعا وجهت بتشكيل غرفه عمليات مشتركه طبعا. لا أقصد غرفة العمليات، أقصد مهام حماية مطار عدن، أقصد مهام حماية مطار. غرفة العمليات لإدارة أولا التنسيق فيما بين القوات العسكرية المتواجدة في العاصمة عدن في المعسكرات وبين الأجهزة الأمنية التي الكل يعرف. في الأخير الكل هدفه تأمين العاصمة عدن، الكل هدفه زيادة الحرس على العاصمة عدن وعدم السماح لها بأي انفلاتات أمنية. وما قام به فخامة الرئيس عبد الرب المنصور هذه هو طبعا تشكيل وتفعيل غرفة العمليات المشتركة التي أعطت الصلاحية المطلقة للجنة الأمنية لغرفة العمليات باتخاذ الإجراءات المناسبة وكذلك التحقيق فيما حدث خلال الفترة الماضية. أين الحرص على استقرار العاصمة المؤقتة عدن ونحن نتحدث عن اشتباكات أرقت وخلقت حالة من القلق لدى المواطنين والساكنين في العاصمة المؤقتة؟ لا يوجد اشتباكات، ما حصل هو فقط عدم تنسيق أمني فيما بين بعض القوات الأمنية، وطبعا هذا سيخلق نوع من الإضرار بالأمن في العاصمة عدن، وقد يسمح بطرف ثالث قد يدخل ويعمل أشياء الجميع يرفضها، وبالتالي كان حرص سوء تنسيق بانسحاباته أن لا يترك مجال لأي طرف آخر أن يستغل. طيب أستاذ نزار، سوء التنسيق يصل إلى أن الطيران يحلق في سماء عدن والأباتشي تقصف آليات عسكرية في محيط المطار؟ هناك خطة أمنية في العاصمة عدن الكل يعلمها، وهناك استراتيجية أمنية تمنع الاقتراب أو حتى التفكير بالتمادي ناحية الأماكن السيادية كالمطار أو الميناء أو المصفاة أو غيرها. فكان هناك تحذير مسبق للجميع بعدم الاقتراب من هذه الأماكن، وقد يحصل أن أحد الأطقم أو تمر من غير ان يعلم بهذا التنسيق، فحصل هذا التنبيه لاحد الطيران انه ممنوع الاقتراب من الاماكن هذه حتى يتم الترتيب لوضع المطار في المرحله القادمه. وهذا طبعا ما تم حاليا، طبعا وضع المطار طبيعي جدا يعمل بشكل صحيح، تم تغيير القياده الحاليه بشخصيه عسكريه مخضرمه هو يمثلها الاستاذ خضر كرزه، فبالتالي الامور طبيعيه جدا، لا يوجد اي هاجس امني الكل يتخوف او يحاول ان يزيد الهلع للمواطنين. طيب لو سمحت استاذ نزار، استاذ نزار على شكل نقاط، ما الذي تم التوافق عليه الان وهل انتهت الازمه؟ كنت تتحدث عن تغيير في القياده، تقصد قياده حمايه مطار عدن. هذا اجراء روتيني عادي، هناك قيادات تتغير وفق قرارات رئاسيه، ما حصل هو هناك تغيير بالفعل للقياده الحاليه للمطار، تم تغيير القائد السابق بالقائد الجديد، شخصيه عسكريه الكل يحترمها هو خضر الفرده، حاليا هو من يدير المطار، وكان معنا اتصال معه قبل قليل، وبالتالي اكد ان الامور باحسن ما يرام في المطار، لا يوجد اي تخوف نهائيا والاوضاع طبيعيه. ابو قحطان مصيره، هل انتهت مهامه في حمايه المطار؟ هذا شأن داخلي للجهات الأمنية، أعتقد أنها لابد أن أيضا توضح هذا الشيء ببيان رسمي. أعتقد اللجنة الأمنية حاليا مجتمعة لإدارة غرفة العمليات المشتركة وإصدار توضيح وأيضا ملابسات ما حدث خلال اليومين الماضيين. طيب ستبقى معنا أستاذ نزار، ينضم إلينا أيضا من عدن من العاصمة المؤقتة رئيس تحرير عدن الغد الأستاذ فتحي بالأزرق، أهلا بك أستاذ فتحي. أهلاً وأهلاً وسهلاً بك وبجميع مشاهدي قناة الكيف. أستاذ فتحي، إذن مرة أخرى ينفجر الوضع الأمني في عدن، هذه المرة بين قوات وفصائل يفترض أنها تتبع قيادة واحدة، أن لها هم واحد، كيف يمكن فهم الأمر وحالة القلق المتواصلة لدى سكان العاصمة المؤقتة عدن من حالة الانفلات، ربما يصفها البعض بالانفلات والفراغ الأمني، لكن أستاذ نزار هيثم في بداية حديثه وصفها بأنه ربما قال لدينا فائض أمني أدى إلى ما حصل البارحة. الحقيقة أن ما حدث في مدينة عدن يوم أمس هو انعكاس حقيقي وواضح لدولة الميليشيات التي أقيمت في عدن
خلال عام ونصف منذ تحرير المدينة. تحدثنا أكثر من مرة وقلنا أن عدن بحاجة إلى دولة حقيقية، دولة مؤسسات، دولة قانون، دولة جيش ونظام، لكن هذا لم يحدث منذ ذلك الحين وحتى اليوم. لذلك ما حدث هو نتاج حقيقي لعملية أمنية خاطئة، لعملية عسكرية خاطئة، لتشكيل هلامي للدولة تم في عدن خلال الفترة الماضية. وهذا الذي حدث هو ليس عملية إرباك بسيطة، وإنما تق نقص الخطر بأن الوضع في عدن فعلا يعيش مرحلة صعبة للغاية، وعلى الجميع تدارك ما يحدث. حينما يفاجأ الناس في عدن بأن الطرقات تغلق من قبل مسلحين يختلفون في الانتماء وفي الجهات، ومن ثم تندلع اشتباكات، ومن ثم تمر 24 ساعة ولا تخرج السلطة المحلية لتقول للناس ما الذي يحدث. هنا يمكن التأكد فقط أننا نعيش في دولة عصابات مسلحة تتصارع فيما بين هذين، ولا وجود حقيقي للدولة، لا وجود حقيقي للأمن، لا وجود حقيقي لمؤسسات الدولة، وجود حقيقي للميليشيات بكافة أطيافها. كل الأطراف التي تتصارع في عدن للأسف الشديد لا تنتمي للدولة لا من قريب ولا من بعيد، كل طرف يوالي طرف آخر، وكل الأطراف تتصارع للأسف الشديد. هناك صراع حقيقي وصراع مؤلم بين أطراف الشرعية تجلت مشاكله، تجلت مظاهره في الصراع الذي دار يوم أمس ودار حتى اليوم. لم يحدث في عدن وفي تاريخ عدن أن تقوم طائرات بقصف مدرعات خلال عملية عسكرية داخلية بين أطراف الشرعية. ما حدث مؤشر خطير جدا يؤكد بأن الأوضاع في عدن ليست على ما يرام، وأن المدينة عدن بحاجة إلى إعادة هيكلة، بحاجة إلى إعادة ترتيب أوضاع بشكل كامل، بحاجة إلى إعادة ترتيب المؤسسة الأمنية والعسكرية، وإلا فإننا غدا أو بعد غد سنفيق على صراع مرير ربما إذا اندلع لن يتوقف وسيكون تاريخي ومؤلم. طيب أستاذ عبد الرق، أستاذ فتحي، كان يتحدث الأستاذ نزار هيثم عن رؤيته روايتهم هم لما حدث كسلطة محلية في عدن، هل لديك رواية أخرى كمتابع ومهتم يعني لما حدث في العاصمة البارحة؟ أولا السلطة المحلية لم تصدر أي بيان أو توضيح حتى من ثلاثة أشهر. وزارة الدفاع أو قيادة المطار العسكرية لم تصدر توضيح ولو حتى من ربع قطر. رئاسة الجمهورية لم تصدر أي توضيح. ترك الحال في عدن هكذا للغوغاء يتحدثون، والكل يجتهد والكل يتحدث عن فكرته عن ما حدث، ما الذي حدث بالضبط. الكل تحدث وحاول أن يجتهد. للأسف الشديد نحن في عدن حتى اللحظة رغم تحرير المدينة قبل حوالي عام ونصف إلى أن أحداث كبيرة وكثيرة تحدث دون أن تملك السلطة قدرة الحديث، إصدار بيان بتوضيح للناس بأن ما حدث هو كذا كذا وكذا. لا توجد أي رؤية سياسية، أي رؤية حول الوضع صدرت للناس حتى هذه اللحظة. طيب قلت أن ما حدث في محيط المطار هو انعكاس. أنا يمكن أن أقول، أنا ممكن أن أوضح ما حدث هو قراءة ليس وليد اليوم أو ليس وليد اللحظة أو ليس وليد يومين، هو صراع بين أطراف الشرعية، بين صراع بين الطرف الإماراتي وصراع بين طرف إدارة الرئيس هادي، وهو صراع للأسف الشديد يمتد إلى أشهر سابقة. ما حدث في المطار هو تكملة للصراع عمره شهور. فما حدث هو أن مثل ما قيل أنه قائد القوة العسكرية المكلفة بحماية المطار رفض التسليم، لكن الجزئية الحقيقية في الصراحة. طيب أستاذ فتحي، انتشرت إلى نقطة مهمة ربما، أن الصراع هو الآن صراع حقيقي بين أطراف الشرعية ممتد وله خلفياته منذ عدة أشهر. على ماذا الصراع؟ على ماذا يدور هذا الصراع؟ هو الصراع للأسف الشديد هو صراع النفوذ. كل طرف من الأطراف يحاول أن يبسط سيطرته على مدينة عدن. السلطة الشرعية ومثل برئيس هالي تحاول أن تكون السلطة الأولى في عدن. الأخوة الإماراتيين كجزء من التحالف يحاولون أن يكونون أيضا جزء من القوة الحاضرة في عدن. لكل طرف مسلحيه، ولكل طرف قيادته، ولكل طرف مؤسكراته الأمنية والعسكرية. للأسف الشديد هذا الصراع انعكس على وضع المدينة، انعكس على حال المواطن، انعكس على الوضع العام للمدينة. المدينة للأسف الشديد
تعاني في قطاع الكهرباء والمياه والمرتبات. عدم تكامل الادوار كان يفترض بعد تحرير عدن ان تتكامل الادوار ما بين الشرعيه وما بين الاخوة الاماراتيين، ما بين التحالف بشكل عام، ما بين المقاومه، كل هذه الاطراف كان يجب ان تتكامل ادوارها، لا ان تذهب الى صراع. انا شخصيا صرت لا افهم اسباب هذا الصراع، حينما تبحث عن اسباب الصراع لا تفهم لماذا هؤلاء مثلا يتصارعون او على ماذا يتصارعون. هناك خطر حقيقي مثل الحوثيون وقوات صالح في اطراف قريبه من المحافظه من عدن ولحج والمناطق الاخرى. أعود لضيفنا من عدن أيضا الأستاذ نزار هيثم. أستاذ نزار، إذا استمعت لما طرحه الأستاذ فتحي بالأزرق رئيس تحرير عدن الغد، يقول ما حدث هو امتداد وانعكاس لحالة من الصراع الحقيقي الموجودة والمختبئة ربما تحت الرماد بين أطراف الشرعية حول مساعي كل طرف بسط سيطرته على العاصمة المؤقتة عدن، في حين كان يفترض أن يكون هناك تكامل في الأدوار بين هذه الأطراف خدمة لمشروع الشرعية والمتمثل باستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. هل لك تعليق على ما طرحه الأستاذ فتحي بالأزرق؟ فقط أنا أختلف بالنظرة السوداوية التي يراها البعض بما يدور في العاصمة عدن. طبعا الكل يعرف أن التحالف والشرعية والسلطة المحلية الجميع شركاء في النجاحات التي تتحقق في الجبهات القتالية أولا، وما يحصل حاليا في المقهى هو الدليل الحاسم حول قوة وترابط هذه الشراكة الحقيقية التي توجت بالنجاحات. وهنا نتساءل من يتضرر من هذه النجاحات ويحاول أن يخلق الصراعات في عدن؟ هو فقط من يحاول أن يقلل من قيمة هذه الانتصارات. ثانيا نوضح نقطة أخرى، أن القوات العسكرية أو الأمنية عمرها لا يتجاوز العام الواحد، وبالتالي هي قد تكون قليلة الخبرة، وتحميلها مسؤولية أي عمل أو فوضى أمنية تحصل أنا أعتقد أنها غير منطقية. القوات الأمنية ولدت من الصفر وبالتالي تحتاج إلى التشجيع والدعم وبالتالي تأهيل والخبرة لممارسة العمل الحقيقي لما يخدم المواطن، وهذا ما حدث خلال العام الماضي والكل يشهد. طيب، بما يحدث في العاصمة عدن من سنة ونصف منذ أستاذ نزار، سنة ونصف منذ التحرير، سنة ونصف مرت وهي جنود مجهولين. طيب أستاذ نزار، مرت سنة ونصف في سبيل تثبيت ودعاية الأمن والاستقرار. طيب يشهده المواطن. أستاذ نزار تسمعني؟ وطبعا الكل يعني يسعى إلى أن يبتعد الجميع عن أي تطرف أو أي إرهاب أو أي غلو أو حتى تعدد الولاءات التي لا تخدم الوطن ولا المواطن. طيب أستاذ نزار تسمعني؟ الصوت واضح عندك؟ الرئيس عبد ربه مؤخرا بتشكيل هذه اللجنة التي تتولى الأمر حاليا في عملية التنسيق فيما بين القوات المتواجدة في العاصمة عدن، وأعتقد أن هذه الأمر قد حسم بشكل كامل. طيب أستاذ نزار كنت تسمعني الآن بشكل واضح؟ أسمعك نعم. طيب تتحدث عن ربما أن الأمور طبيعية في إطار هيكلة المؤسسات الأمنية، لكن نتحدث عن سنة ونصف مرت منذ التحرير يعني حتى الآن. في عمر بناء الجيوش والأجهزة الأمنية أعتقد سنة ونصف ليست بالوقت الطويل، تحتاج إلى سنوات طويلة من اكتساب الخبرة والممارسة على أرض الواقع. طيب هل انتهت الأزمة في عدن الآن؟ انتهت أزمة المطار؟ انتهت الأزمة ولن نشهد ربما ما حدث من انتصارات في الجبهات القتالية، لنؤكد أن هذا ما نتأمل فيه من الجيش والقوى التي الجميع يتطلع لبنائها. طيب شكرا جزيلا لك أستاذ نزار هيثم. أعود وأختم ما تبقى من الوقت مع الأستاذ فتحي بالأزرق رئيس تحرير عدن الغد. أستاذ فتحي بالأزرق، هناك لنا حديث عن اجتماع للرئيس عبد ربه منصور هادي ولأعضاء الحكومة الشرعية في عدن، بناء على ما خرج من هذا الاجتماع هل تعتقد أن فيه نوع من الأمل بأن الأزمة انتهت ولن تكون هناك أي إشكاليات أخرى في عدن، أم ربما ما خرج من تصريح ليس إلا للتهدئة الآنية فقط؟ أولا أنا أريد أن أؤكد على نقطة مهمة، وهي أننا نحن أهل عدن لا ليس لنا صلة بالمطلق بهذا الصراع. أن في عدن للأسف الشديد تعيش أوضاع تصعب على الكثير وصعبة للغاية جدا، بدون كهرباء، بدون مياه، بدون مرتبات، وللأسف الشديد فوق هذا كله تذهب هذه الأطراف للتصارع. أتمنى التركيز على هذه النقطة، أن الناس في عدن لا صلة لها بالمطلق بما يحدث من صراع بين هذه الميليشيات. لكن اللقاء الاجتماع الذي عقده الرئيس هادي هو اجتماع كان جيد، لكن كنت أنا شخصيا أتمنى أن أرى الاجتماع هذا يحضر فيه اللواء يدرس الزبيدي وهو محافظ عدن، واللواء شلال علي شايع هو مدير أمن عدن،
كنا نرى أو نتمنى أن نرى كل الأطراف السياسية أو العسكرية أو الأمنية المشاركة في العملية الوضع العام في عدن، وهي مشاركة في هذا الاجتماع. هذا الاجتماع تغيب عنه الزبيدي وشلال، الأمر الذي يعني أن المشكلة ربما لا تزال قائمة، أن الحلول المطروحة ربما هي حلول بسيطة وجزئية، لكن لازم نعلق الكثير من الأمل بأن يتم التحرك الجاد والفاعل لتنظيم العملية الأمنية والعسكرية في عدن. بقاء الميليشيات، بقاء المعسكرات المزدحمة بالآلاف المسلحين الذين يرتدون ملابس مدنية هو الخطر الحقيقي على عدن. كل هذا الكم الهائل من المسلحين الذين لا تفاجئهم المدينة لا يزالون موجودين ويتجولون داخل المدينة هم الخطر الحقيقي. نحن بحاجة إلى تسوية سياسية بين هذه الأطراف، بحاجة إلى تنظيم العملية الحكومية في عدن، بحاجة إلى طرف واحد يجير عدن، ليس ألف طرف وطرف. في حال وصلنا إلى هذه النتيجة فنعتقد الوضع في عدن ربما يتحسن، لكن طيب في حال ما الذي يمنع؟ وصلت هذه الأطراف تتقارع فلن تصل إلى أي هدف. طيب ما الذي يمنع الوصول إلى هذه الحالة، إلى حالة الموقف الواحد والقيادة الواحدة؟ هو أساسا كان يفترض أن الوضع العام في عدن وضع عام في اليمن، الشرعية تواجه خطر الحوثيين وصالح، كان يفترض أن تكون أكثر توحدا، أكثر مضيا إلى الأمام، لكن للأسف الشديد أطراف الشرعية تتصارع فيما بينها البين، يعني هي منشغلة بالصراع فيما بينها البين. طيب لماذا تتصارعون؟ يعني أنا شخصيا كصحفي حينما أسأل نفسي الأطراف هذه تتصارع في عدن لماذا مثلا؟ وضع عدن بائس جدا، وضع لا يدر ريال واحد، على ماذا تتصارع؟ أنا شخصيا لا أفهم. لذلك نحن نتمنى ألا تكون عدن مرتبطة بمغامرات يتخذها أو يقودها قيادات عسكرية مختلفة فقط لإرضاء غرورهم. نتمنى أن يرتقوا قليلا، نتمنى أن يكونوا بحجم المسؤولية، بحجم الوجع الذي نال عدن وأهل عدن خلال الحرب الأخيرة، وأن يحترموا تضحية الشهداء، وأن يتوقفوا عن أعمال المطلقة وهذا السوء اللي حاصل في عدن حاليا. نحن بحاجة إلى الهدوء، تعبنا، لا نريد حرب، لا نريد أي صراع مسلح، نريد حياة هادئة، ونتمنى أن يكونوا على قد المسؤولية. طيب أستاذ فتحي بالأزرق، إذا تعدد الرؤوس الأمنية في عدن يضع تساؤل لدى المواطن العادي، إلى متى ستظل حالة التشظي هذه في الجهاز الأمني داخل عدن؟ متى يمكن أن نشهد ربما حالة دمج حقيقية لضبط الوضع وهذه الأجهزة الأمنية؟ سيتم هذا وسيحدث في حال ما كانت لعدن إدارة مدنية واحدة أو إدارة عسكرية واحدة أو إدارة أمنية واحدة، لكن حاليا عدن أمنيا هي مقسمة بين أكثر من فصيل أمني أو جهاز أمني، عسكريا هي مقسمة بين أكثر من جهاز عسكري، على مستوى إدارة الدولة هي مقسمة بين الكثير من الأطراف. نحن بحاجة أن تنتقل عدن من مرحلة الحرب التي لا تزال تعيش حتى اللحظة إلى مرحلة السلم وإدارة الدولة الحقيقية. في حال ما انتقلت هذه الأشياء أو انتقلت المدينة إلى هذه الظروف أو هذه المعطيات، فأعتقد أنها يمكن لها أن تمضي إلى الأمام، لكن هذا لن يحدث إلا إذا اتفقت كل الأطراف التي تدير الصراع في عدن بأن المرحلة مرحلة يجب أن تتكاتف فيها الجهود، أن يجلس الجميع، يجلس كل الأطراف ويقرون بأن هناك خلافات فيما بينهم، ويجب أن تحسم هذه الخلافات وأن تترك المدينة لحال سبيلها تمضي إلى الأمام. طيب أستاذ فتحي، هل لديك أي معلومات عن الحال الآن في محيط مطار عدن؟ هناك أخبار تتحدث عن توجيهات بسحب القوات العسكرية والأمنية المتواجدة هناك. طبعا أبلغنا عصرا بأن الرئيس هادي وجه بسحب القوات المحيطة بمطار عدن الدولي، لكن حتى اللحظة لم يتم تنفيذ هذه التوجيهات. أنا وصلت قبل قليل، الطريق لا زال، الطريق البحري لا زال مغلقة أمام حركة السير. أبلغنا بأن رئيس هادي وجه بأن يتسلم مهام قيادة القوة في المطار الضابط الخضر صالح كردة، وهو خلفا للضابط صالح العميري. اتصلت أنا بكردة قبل قليل الآن، وسألته فيما إذا كان تسلم مهام عمله. للأسف الشديد أبلغنا بأنه حتى اللحظة لم يتم استلام وتسليم، لذلك المخاوف سائدة من وجود من وقوع ليلة مماثلة لليلة التي سبقت، لكن الكثير أبلغنا بأن هناك جهود كبيرة تبذل حتى اللحظة لأجل رعب الصدع وتحسين القوات وإتمام عملية الاستلام والتسليم. لكن عامة نتمنى أن
تبذل الرئاسه جهود اكبر وان تبذل اداره الامن جهود اكبر، ونتمنى السلام لعدن باذن الله. طيب هناك مخاوف لدى البعض ليس من تواصل الصراع والاشتباكات في محيط المطار، بل من ان تتعدد مناطق الصراع داخل العاصمه المؤقته عدن في كثير من المناطق الحيويه، هل تتفق مع هذا الطرح وهذه المخاوف؟ اكيد هذه مخاوف حقيقيه و100%، هناك كم هائل من المسلحين يعقل، هناك عشرات المعسكرات فيها الالاف من الجنود المدققين بالاسلحه، في حال ما خرج الصراع عن السيطرة فربما تكون نتائجه كارثية، لذلك نحن نتحدث عن ضرر حقيقي، نتحدث عن مشكلة حقيقية، هناك كم هائل من الجماعات المسلحة التي تتبع كل طرف، وفي حال ما تفجر الموقف عسكريا على نطاق واسع فأنا أعتقد أنه لن يمكن لأي طرف من الأطراف أن يلم هذا الشتات، لكن نحن نطالب اللحظة نطالب الآن بأن يتم التحرك من قبل الرئيسات من كل الأطراف لدرء أي مخاطر أو اشتباك مستقبلي. نحذر هذه اللحظة والخطر لا يزال بعيدا ربما بعض الشيء، لكن في حال وقوع أي اشتباكات فلربما تقرب الأمور عن نطاق السيطرة، وإذا سقطت عدن في عفون قتال مسلح فأنا أتوقع أنه يكون مرير وصادم للغاية. نتمنى ألا تصل الأمور إلى ذلك. الشارع العدني هل لديه القدرة على فرض أي واقع أي تأثير فيما يحصل الآن أم هو مسلوب الإرادة وفي موقف المتفرج؟ الشارع العدني للأسف شديد يعاني، الشارع العدني يعاني منذ بداية الحرب وحتى اللحظة، الشارع العدني غارق في الكثير من المشاكل اليومية، هو يبحث عن كهرباء عن مياه عن مرتبات عن لقمة العيش، الشارع العدني يبحث عن الأمن والأمان، الناس في عدن أنا تحدثت للعشرات من الناس اليوم الكل مستاء جدا جدا مما يحدث، الكل ليس مع هذه الأطراف المسلحة ولا يؤيد أي من الأطراف ولا يريد هذه الأطراف أن تقتتل ويريد أن يعم السلام، لكن الناس بسيطة ولا ليس بيدها شيء أن تفعله غير أنها تقول رأيها ربما على صفحات الفيسبوك أو في المطاعم الشعبية أو في الشارع العام، الناس تقول لا، الناس تعبت فعلا في عدن دفعت ثمن كبير خلال الحرب الأخيرة، دمرت الآلاف من المساكن، قتل الآلاف من الناس، جرح الآلاف، لذلك الناس لا يريدون أي جولة صراع جديدة، لا يريدون أي دم، لا يريدون أي قتال بين أي طرف وآخر، فقط الناس في عدن تقول لكل هذه الأطراف المقاتلة نرجوكم اتركوننا وشأننا، نحن نعاني لا كهرباء لا مياه، لكن ربما نتحمل، لكن أن يأتي فوق هذا وتقصف البيوت أو تندلع اشتباكات داخل الأحياء فهذا الشيء الذي يرفض أهل عدن ويطالبون بوقته ونحن معهم ومنهم وبإذن الله أن يحفظ الله عدن ويحفظ شعبها. شكرا جزيلا لك أستاذ فتحي بالأزرق رئيس تحرير صحيفة عدن الغد على كل هذه الإيضاحات والقراءة ما حدث في عدن، وأيضا الشكر موصول لضيفنا المتحدث باسم السلطة المحلية في العاصمة المؤقتة عدن الأستاذ نزار هيثم. تحية طاقم البرنامج ومعد ومنتج هذه الحلقة كمال حيدر، كونوا بخير.